اعرف منين؟ من الريدوس. يعني لو ان احنا قلنا ان في ميجور ريدوس ومين ريدوس اكيد ده ربع الف. لو ان ار وسكتنا فقط يعني النقطه دي كده قلنا ان ده ار فبنستخدم ده مش ايه؟ ربع الف. كمان احنا بندرس في الكيس ان الليكويد فوق ايه؟ فوق الكيرف ان ده الكيرف اما ان الليكويد فوق لكن طبعا في كيس كتيره للكيرف. المطلوب منك هنا هو ايجاد الاف ار فقط ايجاد قيمه القوه بكام وبتاثر فين وانهي اتجاه فقط. مفيش المعادله اللي بعد كده اللي هي تطبيق معادله الحلزون لايجاد النون في المومنت او في الايه؟ في الفورس. اللي بتعمل وارد جدا عادي مفيش مشكله تتحول دي في لحظه لمساله زي دي. نحط مثلا انش هنا وقوه خارجيه هنا خلاص كده بقت مساله عاديه. زي ايه؟ اهم حاجه ايجاد ايه؟ القوه دلوقتي. وقلنا احنا بنقسم القوه في حاله الكيرف لكام مركبه؟ الاف هوريزونتال والاف فيرتيكال وسميناهم ان الاف فيرتيكال دي وزن السائل فوق الكيرف وراس الى اسفل ويؤثر في السي جي بتاع الجزء اللي غامر الليكويد او شكل الليكويد ده مهما كان في السي جي بتاعه. ثم قلنا الاف هوريزونتال بتعامل مع الاريا بروجيكتد للكيرف اللي في دائما مستطيله وابعادها هي ايه؟ الريديوس في الويدث او الميجور دايمتر في الويدث او الميجور ريديوس. طيب وبعد ما بحسب دول بحصلهم في جذر التركيب تمام كده. نبدا كده الاستنباط والنفذه. الراجل طيب ده اويل ووتر وايه خطوه رقم واحد اكتبها احول الايه لاويل ولا الووتر؟ اه الايه لووتر ثم الاويل لووتر. طبعا بنحول الايه لووتر ازاي؟ كلام جميل. وبحول الاويل لووتر ازاي؟ متشكرين جدا حلو قوي حولناهم الحمد لله وكلهم ميه. قبل اي حاجه هعمل كده يبقى اول خطوه جبنا الاتش ايكوبلنت جايه من تحويله الايه لميه. خدت البريشر بتاع الايه على ضم الميه والاتش ايكوبلنت بتاع الاويل لميه. خدت الاس جي بتاع الاويل في ارتفاع الاويل. ثم بعد كده شوف بروح اعمل كده اهو المهم ده بقى سطح مفتوح بس الحمد لله كل ده بقى دي مهمة جدا دي بتدخلك كده في ايه؟ في ابعاد المسألة الحقيقية. شباب دي احنا ما جيناش ناحيتها بحاجة. يعني هي دي الايه؟ القديمة بتاعت المية. اللي انا حولته الاثنين اللي فوق دول هم دول اللي هنسميهم اتش كيوبر توتال معايا يعني خلاص؟ خطوة رقم واحد بقى هو ايجاد الاف فيرتيكال بتيجي من ايه؟ ادي الاف فيرتيكال. بتيجي من حاسة ضرب الجاما في الفوليوم. ماشي الحال. الأهم ما في الأمر الفوليوم ده أنا أقدر أحسبه بسهولة. أي فوليوم هو المساحة في الويدث المساحة سهلة المساحة ربع إليبس يعني المساحة هي مساحة إيه باي إيه في البي على الأربعة ده ربع الإليبس زائد مستطيل بي في الإتش إيكويفلنت توتال أهو مساحة المستطيل ده اللي هي البي في الإتش إيكويفلنت توتال ومساحة ربع الإليبس هو ده مفيش مشكلة. وكنت ممكن أروح ضاربهم في الويدث أدي الحجم في القامة أدي البي فيكتور. بس ليه ما عملناهاش في خطوه واحده؟ الحكه بسيطه قوي. ان انا هحط القوه دي فين؟ في السنترويد بتاع الراجل ده. اللي هو ايه بقى؟ والله انا اقدر اعرف سنتر المستطيل لوحده في النص وهو مديني اوريدي السنتر بتاع ربع الاليبس جيفن. انا عارف سنتر ده لوحده وده لوحده لكن سنتر الكومبوزيت اريا لا مش معايا. عشان كده اضطرينا نحسبها كامل في فيرتيكال. برضه يا شباب لو انا سيب ايه؟ جبت لك كيرف فقط كده ام ان بس. مفيش فوق المستطيل ده هنحسب برضه الفيرتيكال اثنين؟ لا هيبقى بس بتاع ربع ايه؟ بتاع ربع الدايره هو وزن السائل فوق الكيرف وحظنا ان مفيش الا هنا ايه ربع الاليبس لكن هنا في ليه مستطيل وربع الاليبس حظنا كده والله في بعد الربع الاليبس كمان في فوق مسافه ومش دايما هيبقى مستطيل وكده لكن الاهم ان السي جي بتاع الشكل ده. طب يا شباب ما نمسك الفيرتيكال واحد هتيجي من الجاما بتاعت الفلويد ده اللي هي مثلا سي ووتر حظنا طبعا في الفوليوم رقم واحد هاخد ربع الاليبس هيبقى 4 A في ال B على 4 بمساحه ربع الاليبس في الويدث اللي هو ايه طبعا لازم يديهولك لك الويدث العمودي اللي هو العمق ده. فحسبنا من هنا دي كذا نيوتن طبعا هنخلي الجاما 9810 ال A وال B بالمتر
كل ده بالمتر هنطلع دي مليون. ده الاف فيرتيكال واحد ومش خفيه عليا، عارف ان هي بتاثر في السي جي بتاع ربع الانس اللي هو جيفن زي ما بنقول. طيب ثم هروح حاسب الاف فيرتيكال 2 بتساوي غاما في الفوليوم، بس انهي فوليوم بقى المره دي؟ حجم الاريا اللي فوق دي. وكان ده هيبقى 9810 دي جاما الميه، الفوليوم اللي هو هيبقى ايه؟ ال H equivalent تول في البي في الويكس ده حقيقي. حسبنا الـ F vertical 2 وأنا عارف هي بتأثر فين؟ في السنتر بتاع المستطيل. عشان في الآخر برضو بعد ما عملت دول هاجي أقول له إذا ده معناه إن في F vertical total هي مجموع الاثنين دول. ماشي؟ طب يا باشمهندس ما احنا كنا عملناها مره واحده، قلنا ما هي صح كلامك مظبوط 100%، يجوز ليك تعملها مره واحده، لكن هتحصل على الماجنتيود قيمته، لكن هتيجي تقول بيأثروا فين؟ مش عارف، ليه؟ لأن الكومبوزيت اريا المستطيل ربع الف وانا مش عارف السنتر بتاعها. فقسمناهم كده، وبعد شويه جبنا لك السنترويد برضه، ضحكنا عليه. الاكس اهي، الاكس دي المسافه اللي بتأثر فيها المحصله، كام؟ طبقنا قاعده بسيطه قوي، ان مجموع العزول القوة المفصلة أو المنفردة حوالين النقطة طبعاً قستها من هنا بتساوي عزم المحصلة. وكأني عملت يا شباب؟ خدت إن الـ F vertical واحد هي إيه؟ تبعد المسافة اللي هي مديها لي 4 بي على 3 باي، دي جيفن يا شباب، دي جيفن. ده السنتر بتاع ربع الإكس جيفن. بلس الـ F vertical 2 اللي هي بتاعت المستطيل في المسافة اللي اسمها بي على الاثنين. يبقى دي كده عزوم القوة حوالين إيه؟ نقطة اللي هي دي. هيتساوي مع عزم المحصلة اللي هي إيه؟ على الـ F vertical total. فلما اقسم دول اطلع على المسافة X اللي هي ايه بقى؟ حاجة اقول هنا زي الشاطر ان في قوة هنا كده بينهم اسمها F vertical total. بس تبعد كام؟ تبعد X. الحمد لله الـ F vertical total. لو جينا حسبنا الـ F horizontal فبتعامل مع مين يا شباب؟ أولا مع الكيرف. وهل بتعامل معاه بالإجابة الحقيقية ولا الإجابة البروجيكتد بتاعته؟ البروجيكتد إيريا بتاعته. طيب وكان دايما دايما كده خد بالك البروجكت تيريا ما هو الا كده. خليها هنا؟ طيب. دائما مستطيل ابعاده ايه؟ ابعاده الميجور ريديوس او ريديوس بس لو هو ربع دايره في الويتس. انا كل الكيرف بتاعي اتحول للمستطيل ده، نسيت الكيرف دلوقتي. وانا بحسب مين؟ الاف هورزونتال. هيبقى جاما اتش بار في الاريا. الجامعة بتاعت الووتر 9310 اتش بار بكام؟ فاكرين تعريفها؟ المسافة الرئيسية من السطح السائل لحد السي جي بتاع البوابة أو بين قوسين الجزء المعمول. عشان لما نطلع الراجل ده نطلعه اتش اكويفلنت توتال زائد نسيت ربع الانس، بتكلم دلوقتي على المستطيل اللي أبعاده إيه؟ فنصه إيه على الأريا اللي هي كام يا باشمهندس اللي قال إيه على الاثنين ده؟ الأريا اللي هي كام؟ الاف ايه؟ الاف الويتس. خلاص نسيت ربع الالكس ده. بيأثر في السنترويد ولا تحته بمسافة؟ اسمها الاي اللي هي اي بار اكس على الاتش بار في الاريا. ولما احسب الاي بار اكس الاتش بار الاريا معايا، لما احسب الاي بار اكس اقول ايه؟ الويتس في الاي تكعيب على 12. يبقى بص برضه نسيت ربع كيرف، ده اللي باكده لك اهو، ان انا كل شغل على البروجيكت الاريا اللي هي مستطيل. اما الاتش والاي اتش بار بتيريا دول معايا فيطلع ده كذا متر. انت لحد دلوقتي الحمد لله جبت الماجنتيود بتاع الهوريزونتال ومكان، وجبت الماجنتيود بتاع التوتال ومكان، بس لازم بقى تخلص لنا المساله بهذا الشكل اهو. ده كان الكيرف، دي مهمه جدا الحته دي. ده كان الكيرف اللي اسمه ام ان. بصوا يا شباب اللي ايه اللي حصل فيه؟ بص كده كان فيه هنا اف فيرتيكال 2 بتاعت المستطيل، وكان فيه هنا اف فيرتيكال واحد، بس انا حصلتهم في قوه اسمها اف فيرتيكال توتال. وكانت تبعد كام الراجل ده؟ كان يبعد اكس. كان المستطيل ده السي جي بتاعه الاف هورزونتال لا تؤثر في السي جي، تؤثر تحته بمسافه. يبقى كان في قوه هنا اسمها اف هورزونتال وتحت الراجل ده بمسافه. هكتشف تلقائي ان هم هيتقاطعوا في نقطه. لما اعمل لاين اوف اكشن بتاع الاف هورزونتال واللاين اوف اكشن بتاع الاف فيرتيكال هيتقاطعوا في نقطه. اروح عامل كده يا باشمهندس، دي مهمه جدا، اقول له هي دي الاف ار ودي الزاويه ايه؟ اللي حساباتهم كالاتي. الاف ار هي الاف هورزونتال تربيع زائد الاف فيرتيكال توتال تربيع تحت الجذر، والثيتا هي تان ماينس 1 الاف فيرتيكال توتال على الاف هورزونتال
هطلع من هنا السيكونس ده مهم جدا. ده المطلوب منك في المساله ان انا عايز ازودها لك واجيب لك مثلا تكمل بقى بسميشن مومنت والكلام ده سهل قوي. بص كده اروح حاطط لك هنا كده هنجايه ادي هنج واجيب لك هنا اكسترنال من مثلا هيدروليك سلندر اهي هيدروليك سلندر احسب لي البريشر بتاع الاويل جوه الهيدروليك سلندر دي البريشر بتاع الاويل جوه السلندر هو الفورس اللي خرجت منها عليه احسب الفورس دي ازاي الفورس دي كده اهي ده مجهول سمشن المومنت عند الهنج يبقى الاف فيرتيكال توتال في مسافه اللي هي الاكس زائد الاف هورزونتال في مسافه اللي هي الاتش على او الاي على 2 ناقص الاي تتساوى مع الاف سلندر في الاي احسب الاف سلندر واجيب ايه ده سهل قوي تحويلها او تكملها لكن اللي بيبقى في الغالب المطلوب منك هو ايجاد في مسألة في مسألتين محطوطين عندك اثنين لاين اثنين واحدة انكلاين واثنين ايه؟ تكنيكال الاهرام شوف بس حتة التربينة الأخيرة وريني كده بقى ايه؟ شوف كده المسألة عليها كده مسألة الناس اللي تكتب الناس تكتب دي لأن دي مش عندك الورقة يعني تكتب ماشي مش حالين مسألة كربت في الورقة في طبعا كتاب صلبت لكن دي ايه؟ انا بس شرحت لك كلها دايمنشن على النقط كلها على اه بس